السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض اليوم مجموعة من المواضيع التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم لإبداء آرائكم بشأن مواضيع اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أول خبر لدينا وأول ملف لدينا ملف النشطاء المغيبون. ناشدت عائلة الناشط باسم الزعاك من أجل الكشف عن مصير ابنها الذي غيب على يد الميليشيات منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تم اختطافه من قبل عناصر الميليشيات المنضوية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، بعدما كان يوثق في بث مباشر تظاهرات ميليشيات الحشد قرب مدخل المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية. تم اقتياد الناشط إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيره حتى اليوم، كما أكدت عائلته أنها بحثت عنه في كل مكان ولم تجد أي خبر يدلها عليه، رغم أن البث المباشر كان دليلا على اختطافه من قبل الميليشيات الولائية التي كانت تتظاهر في تلك المنطقة. دعونا نشاهد. سلام عليكم عيوني سيد مقتدى، ابني كل شيء مسوي، اريد وليدي منك، رحمه على روح ابوك. يا عيوني يا ابو المروه، نسدت كلها بوجهي والمروه مروتك. السلام عليكم، انا اشد سيد مقتدى الصدر، بتدخل كشف عن مصير والدي. والدي الصحفي باسم محمد الزعاق، والدي كان يصور احتجاجات المتظاهرين على نتائج الانتخابات بمنطقة الجادرية في بغداد أمام المنطقة الخضراء. خلال تصوير خيام المحتجين على نتائج الانتخابات اعتقلت مجموعة تابعة لأمن الحشد الشعبي. راجعنا كل دوائر الدولة والجهات الأمنية، وراجعنا دائرة أمن الحشد الشعبي. أمن الحشد الشعبي لحد الآن يذكرون أنه هو عندهم، لكن المعلومات جات وصلنا أنه هو موجود عند أمن الحشد الشعبي، ولحد الآن ما نعرف شنو مصيره وش صار من عنده. أمن الحشد الشعبي يرفض أنه يرفعون أوراقه للقاضي، وما نعرف أي شيء عنه، والدي بريء من كل شيء. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي تم تداولها في مواقع التواصل بشأن هذا المقطع بالتحديد. أول تعليق لدينا من ليث يقول: باسم الزعاك انخطف أثناء تصويره لاعتصامات الإطار التنسيقي، مختفي من 6 أشهر ولليوم ما حد يعرف مصيره. والدة باسم وابنه ناشدوا كثيرا لمعرفة مصير ولدهم ولم يتلقوا أي استجابة. لدينا تعليق من أحمد يقول: اليوم عرفت أبو صديقي المهندس عبد الله هو باسم الزعاك. باسم الزعاك مختطف من تاريخ 24/10/2021. المؤسف والمحزن أن لا أحد يهتم، لا دولة لا شعب، مؤسف أن يذل العراقي بهذه الطريقة. عندنا تعليق من جلجامش يقول: أكثر من 6 أشهر ووالدي مصيره مجهول. ذو الصحفي المغيب باسم محمد الزعاك يناشدون الجهات المعنية للكشف عن مصيره. أحد أبنائه يقول: والدي كان يصور احتجاجات المتظاهرين على نتائج الانتخابات في منطقة الجادرية في بغداد أمام المنطقة الخضراء. آخر تعليق لدينا من علي يقول: بعد أكثر من 5 أشهر على اختطاف وتغييب الناشط المدني باسم الزعاك وصمت حكومة الكاظمي دون تحقيق مع الجهة الخاطفة المعروفة والمثبتة بالدليل القاطع، نحمل حكومة مصطفى الكاظمي سلامة المواطن العراقي باسم محمد عبد الله الزعاك الذي اختطف صباح يوم 24/20/2021 في أثناء بث حي مباشر. هذا الموضوع الأول لدينا مشاهدينا الكرام. دعونا ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني في هذه الفقرة. تظاهر خريجون تربويون ومحاضرون مجانيون أمام مبنى مديرية تربية محافظة ذي قار وأمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم في وزارة التربية. لنشاهد. ترجمة
مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. كما قلنا في بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة لإبداء آرائكم بشأن أي قضية يتم عرضها في حلقتنا لهذا اليوم. ويانا أول اتصال عباس من محافظة ذي قار، وهو أحد المتظاهرين المطالبين بالتعيين أو التثبيت. دعونا نستمع إلى حديثه. حياك الله عباس. حياك الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. بداية، أهلا، حدثني عن موضوعكم، قضيتكم شنو؟ طبعا أشكرك أستاذ على تواصلكم واهتمامكم مع هذه الشريحة المنظومة. عباس ممثل المعهد التقني في محافظة ذي قار. نعم أستاذ، احنا تقريبا صار لنا 9 أشهر محتصمين أمام ديوان محافظة ذي قار. الصراحة تعرف أنت الشعب العراقي يعني صورة عامة، يعني عانى ما عانى من حروب، من أزمات، من أوبئة، من أمراض. لكن من توصل المرحلة 9 أشهر طالب حقوقه، والدولة لحد الآن ماكو أذن صاغية من جانب الدولة، ماكو أي ردة فعل مقابل كلها وعود، مجرد حبر على ورق. نعم. تعرف أنت محافظة ذي قار عندهم تقريبا 19 نائب، هي المرتبة الثانية بعدد النواب. لكن النائبين لحد الآن ما حركوا ساكن، مجرد وعود، مجرد عفوا مجرد وعود حبر على ورق مثل ما تفضلت فيك استاذ. نعم. فاستاذ احنا تعرف محافظة ذي قار هي يعني تقريبا محافظة، نقدر نقول محافظة الشباب، محافظة كل شيء. تعرف المحافظة الوحيدة هي بكل خطوات البلد هي تتصدر يعني بالشهداء بكل شيء. ليش استاذ محافظة ذي قار مهمشة بهذه الطريقة؟ اتمنى من طبعا مو بس انتم، مو بس انتم اليوم مثل ما شاهدت حضرتك يمكن بالمقطع انه خريجي التربية ايضا تظاهروا امام مبنى مديرية التربية بالمحافظة وامام ديوان المحافظة للمطالبة بالتثبيت على الملاك. يعني هذه التظاهرات يعني موجودة في محافظة ذي قار، عاد انتم منجمعين سوية في تظاهرات واحدة لو كل من وتخصص هذا تتظاهرون بشكل مستقل؟ الكليات وكل اقسام الكليات وال يعني التربيه والمعاهد وال وكل الكليات هي كلها نعم مثل التربيه امام التربيه، كذلك احنا المعاهد والكليات الاخرى محتصمين امام المحافظه، فكل شخص يطالب بحقوقه المشروعه. لكن استاذ عرفت المحافظ ذي قار قلت لك طيب، يعني اريد اسالك عباس، شنو الرد اللي يجيكم من الجهات اللي تطالبوها بالحصول على حقكم بالتعيين، وانت خريج ومن حقك تتعين في هذا البلد، شنو الرد الحكومي اللي يجيكم؟ يكون الرد هو عدم توفر فرص التعيين او عمل هذه الشريحه. لكن استاذ احنا نعرف اكو لحد هذه اللحظه اكو تعيينات يعني عن طريق الواسطه، عن طريق لو كذا فتجي بلاد تعينات مالكة في الشريح سيد عباس. يعني أريد أقول لك على شغلة. العراق بالتصنيف العالمي دولة بها فائض موظفين، لأنه عملية هناك عملية حشر وحشو مثل ما تفضلت بالواسطات، بالمحسوبية، ببيع الوظائف وغيرها، تم يعني وصول إلى مرحلة أكثر من الاكتفاء بالمتعينين. لكن السؤال هو ليش الحكومة تستخدم هذا الأسلوب بدل ما تكون عملية انتقاء للأجدر الأحق بهذا المنصب؟ برأيك ليش يستمر العمل بسياسة المحسوبية، ببيع الوظيفة، بالواسطة، علاقات وغيرها تؤدي إلى حصول من لا يستحق على وظيفة ربما وظيفتك؟ أكيد صار إحنا نعرف حاليا في هذا البلد كل عملية لازم تطبيق يسبق عملية التنفيذ. إحنا نجيب حاليا قاعد نجيب الشخص غير ناس من خليج المكان المناسب، أكيد راح يصير لنا هواي تحكمات وصير لنا هواي إخفاق بسبب الحكومات السابقة. فأكيد صار إحنا نعرف حاليا الموظفين بصورة عدد يعني بسبب حمية المسؤولية الدولية بعض. نعم. الشباب راح تتكلم. سؤالي الأخير لك عباس. نعم. وطبعا أكو مشكلة بالاتصال بالصوت، لكن دا نفهم قدر المستطاع ما نستطيع. الخطوة القادمة مالتكم شنو ممكن تكون؟ إن شاء الله استاذ احنا خطواتنا مرت
ما نقدر نحرق يعني ماكو امل. نعم يعني انا اعتذر منك المشكله بالاتصال، هناك مشكله بالاتصال حقيقه، صوتك غير واضح. اذا بالامكان عباس الان حتى بس اختم وياك ونسمع اخر شيء انه ممكن شنو خطواتكم القادمه، اذا تقدر تغير مكانك شويه لعل الصوت يتحسن. ارجو منك تعيد لي فقط بعجاله باختصار شنو خطواتكم في حال لم تستجب الحكومه لمطالبكم. وموضوع الخريجين وموضوع الباحثين عن التعيين الموضوع مو جديد، الموضوع صار لسنين يعني مو يوم ويومين، فممكن باختصار لو سمحت تعيد شنو الخطوه القادمه؟ اكيد استاذ، احنا خطتنا حاليا وضحت له استاذ خطواتنا، يعني راح نحشي الاعداد في العدد، راح ان شاء الله نوصل صوتنا بطريقه صحيحه غير حضاريه تنقل صوت الخارج ان شاء الله استاذ، يعني نستعد للمطالب من قبل شهر الماضي. سيد عباس أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق أنت وكل من يسعون إلى الحصول على حقهم في هذا البلد بطريقة مشروعة. أولا كفلها لهم هذا الدستور اللي موجود بالعراق اللي حطته وصاغته هذه الأحزاب، وأيضا سعيكم للحصول على حقكم بطريقة سلمية، وهذا طبعا الموضوع هو الذي يحرج هذه السلطة وهو الذي يضغط عليها لأنها تسعى إلى شيطنة تظاهراتكم، إلى جركم إلى استخدام العنف، إلى استفزازكم في سبيل تصبحون أنتم الطرف المخطئ، وبالتالي تبرر لنفسها أمام العالم قمعكم بطريقة وحشية. دعونا الآن نكمل المشاهدين الكرام الموضوع الذي لدينا في هذه الحلقة، وتحديدا هذا الملف. طيب تمام، الخريجون والمتدربون ننتقل من محافظة ذي قار بهم إلى محافظة التأميم، أقدموا على إغلاق مبنى مجلس النواب في مدينة كركوك لحين تحقيق مطالبهم. واستنكر المتظاهرون خلو مبنى مجلس النواب في مدينة كركوك من أي نائب لكي يستمع لهم ولمطالبهم، حيث يعاني الخريجون والمتدربون في شركة نفط الشمال من الانتظار منذ 4 سنوات لتعيينهم، لكن لم يجدوا آذانا مصغية لا من برلمانيين يمثلون المحافظة ولا من حكومة بغداد، ولم يحصلوا سوى على وعود كاذبة كما يقولون. دعونا نشاهد. يلا شباب تصوير، بس هالي الإعلام، بس أقفوا يعني أما غلق مجلس نواب العراقي مكتب كركوك من قبل متدربي شركة نفط الشمال، خلي يعرفون الأسباب الإعلاميين كلهم وكل الأهل كركوك، خلي يعرفون إحنا هذا مجلس نواب ما جاي يخدمنا، إحنا هاي صلنا 4 سنوات نيجي هناية كل فايدة ماكو، خابرنا على كل النواب، مدير مكتب النواب خابر الهناية، خابرهم يتصل عليهم كلهم كلهم تلفوناتهم مغلقة، نخابر واحد يقول تعالوا تعالوا أنا بالمكتب، أنا بالمكتب مالتي، ما يصير هذا الكلام، فهذا المكتب اي فايده ما بيه، ما راح نسده وخلي يقعدون بعد، وما ينفتح اذا ما يجون النواب هنا ويستقبلونا. لنتابع بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام، وكما قلنا طبعا بامكان حضراتكم ان تشاركوا لابداء ارائكم بشان اي موضوع نعرضه في هذه الحلقة، يعني إن كان موضوع التعيينات أو إن كان الموضوع قبلها موضوع الناشطين المغيبين أو ربما المواضيع التي ستأتي فيما بعد. نتابع سريعا التعليقات ثم نستقبل اتصالات. شيلار تقول إحنا مستمرين بالاعتصام إلى أن نحقق مطلبنا ونجيب حقنا بإيدنا، ومستحيل نعوف حقنا. في تعليق من فاطمة تقول ما بقى أحد بكركوك ما عرف قضيتنا، أكثر من 3 سنوات بالشارع، لا الحكومة المحلية تستجيب ولا المركزية، وهاي من 2019 لي هسه كل سنة يذبونا على السنة اللي بعدها. معا يقول النواب ما مستفيدين منهم شي بس حصانة ورواتب ومخصصات بروس الشعب، صارت 3 سنوات نايمين بالشارع، ماكو واحد يوم اجى وقال شنو مطالبكم تعالوا نحلها، مجرد إعلام
ويطقون صور ويفلتون بعد ما نشوفهم. آخر تعليق لدينا من عمار يقول: صار 4 سنوات نتظاهر، ما حد يستجيب لمطالب المتدربين، مكتب مجلس النواب بدون فائدة، لذلك أغلق المبنى أفضل، أو إغلاق المبنى أفضل، هكذا يقول. ويانا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السيد أبو علي، ألو. نعم، حياك الله يا أبو علي، تفضل، أهلا وسهلا. ألو. نعم، وياك يا أبو علي، تفضل. ما جاي أسمع. أبو علي تسمعني؟ ألو، ما يسمعني أبو علي. أشكرك يا أبو علي، حاول الاتصال مرة ثانية. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى محافظة البصرة. محافظة البصرة فيها مباني مهجورة، مشاريع متوقفة متلكئة، حالها حال باقي مدن العراق التي ينخر فيها الفساد، أو ينخر الفساد كل مشاريعها الخدمية. مواطن من محافظة البصرة وثق هدرا للمال العام والذي يحدث في ناحية أم قصر في المحافظة بسبب عدم المتابعة والمراقبة من قبل الجهات الحكومية. أيضا وثق إهمال المنشآت الحيوية والترفيهية والتي قالت الحكومة أنها صرفت عليها المليارات لتتحول إلى أماكن للحيوانات الضالة أجلكم الله. دعونا ننتقل الآن لنتابع هذا الملف في هذه الفقرة. المتنزهات اللي تابعة إلى بلدية أم قصر صرف عليها أموال يا أبو أموال، وهذا حال المتنزهات حاليا، صايرة صحراء شولة، لا عليها حسيب ولا رقيب. زين، هذا مو كله هدر بمال العام؟ هاي المتنزهات اللي صرفتوا عليها هاي الأموال ليش هسه حاليا مسدودة؟ أجلكم الله، بس الكلاب السائبة تعبث بهاي المتنزهات. كم متنزه عندنا؟ مات السوق، خربتوا اللي قريب على البلدية، وسويتوا أكشاك، وتاليها صار محلات ونباع وتوزع. هذا حرمتوه هم المواطنين من عندي. عندنا المتنزه هذا حاليا مات البوابة، متنزه صاير تشولة، الألعاب كلها مالته متكسرة، صرفت عليه أموال يا أبو أموال طائلة. زين، إلى متى هذا السكوت؟ سنقرأ بعضا من التعليقات بعد قليل، لكن نستقبل اتصال الآن. معنا ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة خصوص ذول المتظاهرين والتعليم المجانيين، نعم، ذول خطية مو ذنبهم، ذول ذنب الكليات اللي قاعد تخرجهم، أغلبها كليات أهلية. فإحنا نتمنى أنه الكليات الأهلية هي من تعينهم، تعينهم تاخذ من عندهم فلوس بالملايين. استاذ محمد، شلون تعينهم؟ مطلع على بغداد. ها؟ شلون تعينهم؟ يعني تعينهم على وزارات معينه او على دوائر معينه. هل عندها، هل الكليات الاهليه بالعراق عندها هاي الصلاحيات انه هي تعين الخريجين؟ استاذ محمد، هي اما بس ياخذون فلوس. الكليات الاهليه انا ضدها، ما ايدها لان تعين لنا يعني بطاله بالشارع. انا مو وياها. أنا ضد هاي الفكرة مال الكليات الأهلية تخرج وتنزل الشارع. صحيح، هو التعليم بالعراق محصور. هل مسؤولية أبو سيد ناصر، هل مسؤولية تعيين الخريج على كلية أهلية أم مسؤولية الدولة؟ مسؤولية الحكومة بوزاراتها المعنية اللي هي ما المفروض من المفترض عليها أن تحتوي الخريج. أستاذ محمد، هذا واجب وزارة التعليم العالي. احنا قبل كان عندنا تعيين مركزي، نعم، وكان ياخذون من الطالب تعهد، جنابك اعتقد مطلع، ياخذون تعهد من الطالب اذا تخرجت تشتغل بالدوله، يقدم التعهد ماله الطالب، طالب الكليه يقدم تعهد انه اذا كمل كليته وين تعين؟ عند الدوله. نعم، الان ما في هاي العمليه، يخرجوه يعني تشوفوا انه معدله متدني لكن من حزب معين متنفس. راح انطيك مثال واذكر حضرتك به، وذكر أيضا السادة المشاهدين، في فترة حكم حيدر العبادي ذهب إلى محافظة البصرة، وكانت مرحلة للدعاية إلى والحزبة، راح إلى محافظة البصرة ووعد الناس 10,000 وظيفة، وقدموا الشباب والبنات والرجال والخريجين وغيرها، قدموا على هذه الوظائف للحصول على فرصة عمل
جو يراجعون بعد فترة لقوا ملفاتهم اللي مقدميها أجلكم الله في مكب النفايات بالشوارع راميها على الأرض. هاي حكومة وهذا وعد من رئيس وزراء، تتوقع في زمن هؤلاء بزمن حكم ذولا ممكن أنه المواطن العراقي الخريج يحصل على حقه في بلد توجد فيه هذه الأحزاب الفاسدة؟ استاذ محمد بدون تعلم انه اللي قبلها ما عاد الناس باراضي ونطهم سندات وطلعت تدور. نعم نعم. مو بس نطهم فرس حمد، اللي قبلها سبق السيد حيدر العبادي هم نطى سندات مزوره ما لها اصليه نهائيا. نعم. فالسيد حيدر العبادي من نطى مال وظائف افضل من اللي نطى عهود قبله وسندات للمواطنين. طيب. وتقريب ظهره على الشعب العراقي. شكرا يا سيد ناصر من بغداد، أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك. طبعا عندنا متصلين ينتظرون ويانا أبو علي من لندن يعاود الاتصال مرة ثانية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما جاي أسمع صوت، ما أعرف أنت تسمعوني أبو علي؟ أنا أسمعك، تسمعني؟ ما عندي صوت، ما جاي أسمع صوت، يقطع الصوت أبو علي. صوتي واضح، تسمعني؟ صوتي واضح. المهم البرنامج اليوم على اساس المتظاهرين في الناصريه طالعين يطالبون وظائف ويطالبون، يعني انت شنو جاي تطالبون من دوله اخي؟ اي يعني ما جاي افتي، روحوا اقروا ثورات العالم. هاي ثوره اسبانيا، ثوره الجزائر، ثوره الفيتنام، ماكو ثوره بالعالم تحل بالسلمية أخي. اتركوا ثورة سلمية، متظاهرات سلمية اتركوها. هؤلاء مجرمين قتلة، صاروا 19 سنة يسرقون وينهبون، وبعد 200 سنة يسرقون وينهبون. طيب بعدين ما أعرف أنا سمعت ذول اللي المختص فيهم من المتظاهرين التنسيقين، ما أدري المتظاهرين الأحزاب. احنا زين انتوا تناجدون مقتدى وغير مقتدى، اخي انتوا لمن جاي تناجدون؟ جاي تناجدون ناس مجرمين قتله. اخي اتركوا المناشدات، دول ناس مجرمين قتله، احزاب لصوص ميليشيات، ما ينفع معاهم المناشده. عمي انت جاي تناشد، كود تناشد واحد شريف، واحد وطني، واحد مناضل، واحد يحب العراق. دول عملاء خونه جايين يسرقون وينهبون العراق. طيب سيد عمي. نعم وصلت الفكرة أبو علي من لندن، أنا أشكرك. بس خلي نتابع مقطع آخر في ملف البصرة. مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، المقطع اللي عرضناه قبل قليل كان يتحدث عن المشاريع المتلكئة والوهمية في محافظة البصرة، لكن البصرة فيها مشاريع كثيرة حقيقة. نبقى الآن في المحافظة وننتقل إلى ملف آخر يتعلق بهدر المال العام وفساد آخر في مشاريع أخرى، ما عرض قبل قليل بشأن المتنزهات ليس فقط هو المشروع الوحيد الفاسد والمتلكئ في البصرة. ناشط من محافظة البصرة كشف عن هدر عشرات المليارات من المال العام على مشاريع متروكة لم يتم إنجازها، وكذلك مدارس مهجورة لم تصلها يد الإعمار في وقت يحتاج العراق فيه إلى آلاف المدارس الجديدة. دعونا نشاهد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صدق أو لا تصدق يا مدير تربية البصرة، قسما بذات الله أنا متأكد وحسب ما وردني أنه ما تدري عندك بناية مدرسية مساحتها مئات الأمتار، استغرب مليارات بالشارع، بنايات مكتملة بنسبة 95% ومدرسة من السقوط مبنية، سقوط صدام حسين مبنية هذه المدرسة، ولحد هذه اللحظة تربية البصرة ما عندها علم، وبالتالي احنا بشحة مدارس، المدارس اللي بظهرها بالساعي، كل مدرسة بها ثلاث دوامات أعزائي المشاهدين، إلى أين التعليم وسط البصرة؟ ندعم الخاص ونهلك العام، أدري منين تلقاها؟ من الصحة، من الضريبة، من المدارس، محافظ البصرة ما تجي تشوف هاي البنايات وهذه المليارات، إلى أين؟ ما جاي نعرف، نطلع يجينا فلان وفلان يغوش علينا، نسكت نبتلع أعزائي المشاهدين. شاهد
كيف هذا البناء مكتمل بنسبة 95%؟ شوف تفضل تفضل، من يرضى هاي؟ تفضل بنايات مدارس مع المدرسة. سنأتي للتعليقات بعد قليل، لكن الآن نستقبل اتصال محمد من الناصرية. تفضل يا محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمد القناة الرافدين. الله يسلمك، حياك الله. الله يخليك، الله يحفظكم. والله أستاذ محمد الوضع تعبان حاليا. عن أي ملف محمد حابب اليوم تطرح رأيك؟ نعم، يعني ما أشوف أكو حل، ما أشوف يعني حرب أهلية، يعني أنا أقول هذا الحل الوحيد. شلون؟ ثورة شعبية. أستاذ محمد أحزاب ومع بالمشهد السياسي، فأطالب بقتل جميع معمم بالعراق، وقتل مقتدى الصدور، وقتل عمار الحكيم وهم دولة. سيد محمد، يعني سيد محمد. نعم. هذا الأسلوب، يعني احنا بالنهايه هم نريد نقول او نوصل رساله. وطبعا المتظاهرين في ثوره تشرين لما طلعوا في بيان سابق وقالوا انه احنا سنستخدم السلميه كخيار لمحاربه هؤلاء، حتى لا يكون اكو تفسير عند الادوات او الذباب الالكتروني او اتباع هذه الميليشيات انه انتم العراقيين اللي تسعون للخلاص من هؤلاء تفكرون بنفس الطريقه الدمويه. هاي طريقتهم. نعم هي مانو. هذه طريقتهم محمد، هذه طريقة الميليشيات في الرد على من يعبر عن رأيه، يقطعون رأسه ويقتلوه ويسحلوه بالشوارع. ليش نصير احنا مثلهم؟ كن أفضل منهم. أستاذ مو ما يجون، أستاذ ما يجون بالقوة. شوف نعم. طيب هسا أنا ماشي، هسا أنا خليني وياك ماشي ب ب موضوع أنه العراق يجب أن يخلص من هؤلاء بطريقة سلمية، تمام؟ أو بثورة شعبية مثل ما تفضلت في بداية حديثك. شنو تعليقك أو ردك على من يتظاهر اليوم للمطالبة بالخدمات أو للمطالبة بالوظائف أو للمطالبة بشيء ثانوي، وبالنهاية حتى لو حصلوا على وظائف أو حصلوا على الكهرباء راح يظلون عايشين تحت رحمة هذه الأحزاب وفي ظل حكومات الاحتلال. رأيك أو رسالتك شنو إلى هؤلاء العراقيين طبعا اللي يتظاهرون، لكن يعني ما ينظر بنظرة بعيدة، يباوع شوية جوا رجليه إذا صح التعبير. المشكلة ضد الحكومة، مع الأسف يعني عقناة مستفادة من الحكومة يعني، وكل العراقيين يعرفوا معممين من مقتدى الصدر من عمار الحكيم، الكل مستفاد هسه من هاي الدولة، بس عقناة يعني بسطاء اللي آني يعني احنا عراقيين أصلاء ضد هاي الحكومة وضد الأحزاب وضد المعممين وضد مقتدى وضد عمار الحكيم. زين، فما أشوف أستاذ محمد، ما أشوف أكو حل، الحل الوحيد هو حرب أهلية. هاي رسالة للعراقيين، وقتل جميع معمم. قتل جميع المعممين في العراق. شوف محمد، أنا أشكرك شكرا جزيلا. طرحك يعني بهاي الجزئية جانب الصواب. الحرب الأهلية هي مساعي الأحزاب لتدمير العراق. الحرب الأهلية اللي كانت سابقا بدفع من إيران وإشعال من أحزابها، أشعلوا الطائفية وأثاروا الفتن في العراق لجعل العراقي يقتل أخاه العراقي. هاي المساعي مستمرة من الأحزاب، مستمرة لإثارة الفتن الطائفية، مستمرة لإثارة الاقتتال والحروب الأهلية داخل العراق حتى يضعفون المجتمع، يشتتوه، يشظوه في سبيل يقوون هم وسيطرتهم تقوى. هذا الطرح غير منطقي. بالنهاية العراقي شبع دم، شبع مشاكل، شبع حروب، وكفى حقيقة لهذه السنين اللي راحت من عمر أجيال، وهم يتمنون بيوم من الأيام أنه بلدهم يصير برأس خير، لكن هذا الأمر مستحيل في ظل وجود هؤلاء. ثورات كثيرة ودول العالم العربي تشهد أن تم تبديل حكام بطريقة سلمية، لم يلجأ المتظاهرون في تونس إلى السلاح،
لم يلجأوا في مصر إلى السلاح، لم يلجأوا في بلدان أخرى إلى السلاح. قد تكون هناك بعض البلدان التي أجبر بها الشعب على هذا الموضوع والنتيجة دمرت. إذن الخيار السلمي هو ما يفضله العراقيون بحسب شعاراتهم المرفوعة اليوم التي نراها. ويانا أبو مروى من كربلاء، تفضل يا أبو مروى. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنابك الكريم ولكل كادر وقناة المحترمين. الله يسلمك، حياك الله. أخي اليوم المرض أصبح لا سامح الله عليكم كالسرطان. فالمرض كان ممكن ما يقولون يزال بحباية براسيتون بالسابق، لكن اليوم أصبح مرض سرطان. اليوم العراق يحتاج عملية جراحية كبرى وطفق كبرى. فما ممكن ما يتوقع من الطبقة السياسية اللي حكمت بعد كافي تجارب العراق شبع وصار حقل تجارب. وهذا الكلام اللي دنسمع منهم كله لقلقة لسان. ما فد يوم سمعنا من هاي الطبقة عن مصلحة العراق، مصلحتهم هم. الله العظيم لا يم العراقيين ولا يم البلد أبدا أبدا. أنا مسؤول عن كلامي. فعليه الشعب العراقي إذا التفت واحد منهم أخي العزيز، إذا ما التفت الوضعنا لأجيالنا، أنا رايح العمر مالي منتهي. أنا اليوم لما أتحدث بهذا الحديث ما أريد أنا أنافس واحد منهم، لا عمري يأهلني ولا شهادة عند تأهلني، لكن قلبي يعلمني على أهدي وعلى أولادي وأحفادي في راحتكم في ظل هذه الفوضى. إحنا دا نعيش مع الأسف. هذا العراق ما يستاهل هاي الفوضى. هذا العراق صاحب الظهر، هذا صاحب حضارة. وإذا هالفوضى يا أخي والله إحنا العهد هناك تتحرر. طيب سيد أبو مروى، أنا أشكر حضرتك، أعتذر منك طبعا. إحنا يعني وصلت الفكرة العامة ونكمل في حلقتنا، وأيضا يعني نفسح المجال لبقية المتصلين ليشاركوا. لكن قبل أن نكمل استقبال اتصالات، دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن ملف المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة. هذه المشاريع التي يعني تدخل في ملفات الفساد الكبرى وهدر المال العام، ما الذي يقوله العراقيون الذين تابعوا هذا الملف؟ هاشم يقول: تعال شوف مدرسة التفاني بالفيروزية، ما ظل واحد مصورها والنتيجة صفر. تعليق لدينا من أحمد يقول: أكو مدرسة بشارع الطاق بالحيانية اسمها التآخي، صار لها 10 سنوات متروكة وراح تصير خرابة. تعليق عندنا من قاسم يقول: والله مدرسة الطليعة بالهارثة من 2014 إلى الآن، وبعد هي ما كاملة، والله ملينا. آخر تعليق لدينا من محمد يقول: جريمة هيجي تروح أموال بلاش. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الموضوع الرابع لدينا في هذا الملف، إلى الجانب الإيجابي أيضا في محافظة البصرة، وننتقل من فساد مشاريعها الحكومية وسرقة أموال الشعب إلى مبادرة يقوم بها مواطن من محافظة البصرة وبأدوات بسيطة وبجهود ذاتية لإصلاح التشققات والمطبات في شوارع الحيانية في محافظة البصرة بعد فشل الحكومة في معالجة وتوفير أبسط الأمور. لنشاهد. السلام عليكم يا حبيبي، شو صحتك؟ الله يبارك فيك. احنا طبعا عبر ما شفناك جاي تشتغل، شنو جاي تسوي؟ والله اخويا هاي حفره، والحفره يعني وسيعه كلش كبيره. وهذا سبويس لقيته مشمور، فقلت لهم تحتاجونه؟ قالوا لا والله، كم اكو حفره كل ما نتعدى شويه قويه اخذ اشرب بها. قالوا اخذ، قلت لهم عم الله عليكم. هاي جاي انقل منك وادبها. هاي صارت وحده يا منطقه، هاي حيانيه شارع موسى كاظم.
هاي بجودك الخاص، هذا ابنك الله يحفظه؟ ايوه الله يعزه ان شاء الله. الله يهديه طبعا. هاي ثالث وحده. هسه اثنين دفنت هناك. ووحده هنا وهاي ثالثه. ان شاء الله موسى ان شاء الله بالضيم ما ينضرب. شنو الدافع اللي خلاك تسوي هذا الشيء؟ والله اخوي حال انسانيه. زين. رحم الله والديك، وثانيا هو هم الشارع هذا احنا مستمرين، انا واحد من الناس عندي سنتوته كل ما اتحداها يتضايق منه. اكو خدمات مقدمه للحيانيه؟ لا والله ما جاي يشوف، بس السبويس يقولون عليه. بس السبويس لا خدمات لا غير شيء. هسه ابسط شيء هو ذا يردون يخليهم يسوي لهم مستشفى، يسوي لهم دار مال كهرباء، يسوي لهم مستوصف، مبارك السبويس يقولون علي نبي. وهاي هي. لنتابع الان التعليقات التي وردت بشان هذا المقطع مشاهدينا الكرام. لدينا تعليق من أركان يقول: مواطن بسيط وبإمكانيات جدا بسيطة، أول ما فكر بمنطقته يسوي الشارع، لعد اللي قاضين الدولة من الطول للعرض، ما فكرت بهذا البلد. تعليق من علي يقول: مدير البلدية ومسؤول الطرق بالبصرة نايمين قاعدين، لو القاعدة بالمكتب حلوة ما تنمل. تعليق من سيد جابر يقول: شوارع البصرة دمار، ماكو شارع بحظ. وآخر تعليق من حيدر يقول: جزاه الله خيرا، للأسف أغلب الشوارع في البصرة أو شوارع البصرة محفرة وبدون أي معالجات، على الرغم من أنه يمر عليها يوميا مسؤولو المحافظة والبلدية. فعلا صحيح، المسؤول اللي دا يمشي على هاي الطرقات يعني ما يسأل نفسه أو يكلف خاطره أنه أصرف شوية من هذه الأموال اللي دا تجيني على هذه الشوارع، على الأقل السيارة لو مو مهم، حتى هذه السيارات مو مهم. طيب، ويانا محمد من ميسان، ابو محمد من السماوه، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لقناه الراشد. حياك الله يا ابو محمد. الله يحييك. حقيقه مواضيعكم دائما مواضيع دناءه وجيده، وهي تهدف الى خدمه المجتمع العراقي. نعم. ولا تصحيح مسار الدوله. وإن كان بالعراق لا يوجد مفهوم للدولة، بعد 2003 العراق يستقر إلى مفهوم الدولة، وكلكم تعرفون هذا الشيء أستاذ محمد. العراق الحكم المافيات والعصابات والميليشيات، وإن كان حتى مصطلح المافيات ما ينطبق على الوضع اللي يعيش به العراق، ونشوف الدول اللي تحكم المافيات بالعكس زعماء المافيات يخدموا الشعب اكثر ما الحكومات الدول اللي يعيشون في ظلها. هذا البين اللي شفناه طبعا الدول اللي مسيطره بالمافيات اللي تشهد محافظه البصره وجميع المحافظات من عمان. طيب الحل من وجهه نظرك يا ابو محمد؟ نعم. الحل شنو من وجهه نظرك؟ الحل وين هو استاذ محمد؟ ماكو حل للعراق ما دام اكو هذا. لابد انه اكو حل ابو محمد. شوف ابو محمد، لابد انه اكو حل، لانه هذه الامور لن تدوم، مستحيل انه تبقى الى الابد، يعني بالنهايه الحياه تتغير. اكيد استاذ محمد، لكن التوجيه الحقيقي للشعب شلون راح يصير مثلا؟ من قبل من اي طرف؟ لازم طرف يتمنى مقاومة أو معارضة لهذه الناس اللي تحكم، وهذه الأحزاب اللي هي تحكم في ظل حكم ما يسمى. وصلت الفكرة. أنا أشكر حضرتك وأعتذر طبعا منك لأن الوقت تشارف على الانتهاء. أبو محمد يتحدث عن القيادة، يريد أن يكون هناك طرف يسير خلفه العراقيون. هذا الموضوع يبقى عند العراقيين، هم الذين يحددون من الذي يجب أن يمثلهم، هم الذين يجب أن ينظروا إلى الجهات، الأفراد، الأشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب، أو بغض النظر من هم الوطنيون ومن هم الأكفاء الذين يجب أن يقوموا بدور القيادة، أو قد لا تكون قيادة، الشعب هو الذي يقود نفسه بغض النظر من الذي يقود. دعونا الآن نكمل في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام. طبعا الآن في هذه الأثناء وفي الأيام التي سبقت، تتعرض مدن في العراق ولا سيما الوسطى والجنوبية منها إلى موجة وبائية جديدة تسمى الحمى النسفية. هذه الحمى تهدد صحة العراقيين وسلامتهم. دعونا نتعرف على أسباب هذا المرض وطرق الوقاية منه من خلال هذا الانفوغرافيك الذي ستشاهدونه الآن، الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. لنشاهد. We'll be right back.
سوداء ولسانها احمر وتعرج ما زين خاطبت البيطره؟ اي خاطبنا بيطره الجهيه وما حد طلع علينا يقول اكو دكاتره خاصين يطلعون وحتى الدكاتره ما جاي يطلعون عليها يخافون من هذا المرض. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو من الصحراء إلى الخضراء، ترويج لفكرة مجتمعية عراقية ودعوة لحث الناس على الزراعة بعد فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة بمعالجة ملف الزراعة والذي فاقم الوضع. لنرى الآن الحال بالعواصف الترابية والأيام المغبرة التي سترتفع مع مرور السنوات. دعونا نشاهد بعضا من التغريدات لعراقيين تفاعلوا مع هذا الوسم. عبير تقول: لنعيد للعراق جماله، جمال روحه، لو بزراعة شجرة واحدة لكل منا بمنطقته. حكومتك لا تعتمد عليها لأنها سبب الدمار والانهيار. تغريدة من قصي يقول: نحتاج إلى إعادة هيكلة لعلاقة العراقي مع أرضه، وأهمها هو أن تكون الأرض ملك للشعب وليس للدولة. رافد يقول: والله شيء كلش مهم توعية الناس من المختصين للزراعة والنباتات، كلش ضروري الزرع بالبيت حتى لو كان ظلي أو متسلق بالبلكونات. وأيضا آخر تغريد لدينا من سوزان تقول: خلونا لمرة ناخذ مبادرة بنفسنا وما ننتظر حكومة أو مسؤول، لأن مستقبل أجيالنا في العيش بدولة صالحة للسكن يعتمد علينا. نشير هنا مشاهدينا الكرام أن وزارة الزراعة في العراق تتحدث منذ أكثر من عامين عن حاجة العراق إلى 14 مليار شجرة من أجل أن تزرع في العراق لتساعد العراق على تثبيت التربة طبعا وعلى الخلاص من التصحر ومعالجة سوء الأجواء الموجود حاليا. 14 مليار شجرة تتحدث عنها وزارة الزراعة منذ عامين، وإلى الآن لا يوجد أي تنفيذ لهذا المشروع. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.